في كابتن سيد ياسين مدرب فريق انبي، واخر التعليمات في المحاضره الفنيه من الكابتن حلمي طولان قبل مباراه النادي المصري. الحمد لله، يعني الكابتن حلمي طولان اكد على اللعيبه عندنا ان احنا الحمد لله الفتره اللي فاتت ماشيين بشكل كويس، عايزين نحافظ على الشكل اللي احنا فيه، ما نحاولش ان احنا نقل او نرجع تاني للوضع اللي احنا كنا فيه، ونستثمر المكسب بتاعنا الاخير مع الجونه. بنلعب فرقه كبيره طبعا زي فريق النادي المصري مع مدرب كبير زي الكابتن ايهاب جلال، فلازم نحترم الفرقه اللي بنلعبها ولازم نشتغل بنفس الشغل اللي احنا متمرنين عليه. ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله في المباراه ونقدم مباراه جميله، والتوفيق من عند ربنا ان شاء الله. يعني هل من ضمن التعليمات ان النادي المصري اكيد يعني هيبدا بالمباغته بالهجوم، لان النادي المصري موقفه في هذه الفتره والهزيمه الاخيره من نادي المقاولين، هل دي كان من ضمن حسابات الكابتن حلمي طولان؟ والله احنا ما بنشتغلش على نتائج الفرقه، احنا بنشتغل على الفرقه نفسها. فريق النادي المصري فريق كبير، فريق محترم معاه مدرب محترم، لازم تعمل حسابه سواء كسبان او خسران، مش هادي كل ماتش بيبقى ليه حساباته. فان شاء الله رب العالمين يعني احنا عاملين حسابنا كويس قوي، مستعدين للمباراه وربنا يكرمنا باذن الله، يعني نأدي مباراه جميله والتوفيق من عند ربنا في الاخر. يعني هل في تغيير في التشكيلات؟ لا، ما فيش تغيير خالص. التشكيل بتاعنا ثابت بقاله فتره، وده اللي الكابتن حلمي بيشتغل عليه ان هو بيثبت التشكيل. ممكن هيبقى في تغيير في لعيب او اتنين على حسب الاصابات، يمكن مثلا النهارده كان عندنا كريم بيلعب المباراه اللي فاتت، النهارده خرج بسبب الاصابه وزياد رجع تاني، فالحمد لله التشكيل بقاله فتره ثابت والحمد لله. يعني بشكرك كده كابتن ياسين، تحت امرك. شكرا كابتن سيف داوود مدرب النادي المصري، واكيد في حسابكم جماهير النادي المصري، اكيد في حسابكم الخساره الاخيره من نادي المقاولين. تعليمات الكابتن ايهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد طبعا بمسع كابتن احمد شبير ونجوم مصر في الاستوديو. ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله النهارده مباراه مهمه مع فرقه محترمه مع جهاز فني على اعلى مستوى كابتن حلمي طولان وجهازه. ان شاء الله نقدر النهارده نعمل مباراه كويسه وربنا يكرمنا ان شاء الله نقدر نفوز ان شاء الله وناخد 3 بونت. طبعا محمد الجازي فني كله عارف يعني النادي المصري وجمهور بورسعيد المحترم، فان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نعمل مباراه جيده النهارده ونحصل على 3 بونت ان شاء الله. هل التعديلات في التشكيل، يعني اسلام مسلمه كان هو المساك المباراه الماضيه، النهارده هيلعب سعيد صنبوري هو المساك ولا محمود حمد؟ سعيد صنبوري هو محمد كل ماتش وليه ظروفه، والكابتن طبعا جهز 30 لعيب وده شغل بنشتغله زي ما قلت لك محمد قبل كده، اهوت من عندنا 30 لعيب كله بينفذ تعليمات الكابتن هاب او الشغل اللي بنشتغله طول الاسبوع، وان شاء الله كل اللعيبه ان شاء الله زي بعضها وربنا يوفقنا ان شاء الله ونقدر نعمل مباراه كويسه، وكل الفرقه ان شاء الله مجتهده، والنهارده ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه باذن الله.